رفعت الراية البيضاء. التأكد من الاستعداد. إذن دفاع موفق سيداتي أنيستي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لتاسع أشواط هذه الأمسية والإنتاج المحلي التكافؤ من 60 وحتى 76 16 اسم تشارك في هذا الشوط تتقدمهم في أولى المراتب جيهانا فيم المطردة من رباعي من قبل الله البادي وكذلك سهم طويق وأيضا كاسب الميدان ومن المسار الخارجي خارة العز بنت طويق تتمركز في المرتبة السادسة وأنا السيف يتقدم هنا الآن وكذلك متأهل وأبو البشاير في المرتبة السابعة والثامنة الحضور لمصباح الأمل في المرتبة التاسعة وهنالك الحضور لوافي العنق في المرتبة العاشرة تتقدم هنا جيهانا ابنة فلاشي بول في أولى المراتب في أولى المنعطفات في هذا الشوط 12 ثانية و86 جزاء الثانية انقطعت آخر 200 متر هنالك القدوم من الله البادي من المسار الداخلي كاسب الميدان من المسار الأوسط هنا مع محمد الحبيب والحضور لأنا السيف خالد العز يتمركز مع أليكس مورينيو في المرتبة الثالثة تبدأ جيهانا في المرتبة الأولى هنا انقضت نصف المسافة بدأت المسافة المهمة والتكتيكات لخطف الانتصار في هذا الشوط القدوم من الثنائي كاسب الميدان وكذلك أيضا خالد العز في المرتبة الثانية والثالثة مصباح الأمل يبدأ مع خالد الميموني في المرتبة الثالثة وأبو البشاير مع جبرتو راموس في خامس المراتب هنا القدوم لبانز كذلك من المسار الخارجي هنالك تبدأ جيهانا الآن مع مهند النصار بالز قادم مع ركان العبيد والحضور لخالد العز يبدأ باستحثاثه قليلا أليكسيس موريني وكذلك محمد الحبيب مصباح الأمل يبحث عن المسار يبدأ من المسار الداخلي خالد العز قادم في ثاني المراتب الآن جيهانا تحافظ القدوم لثنائي اسطبل بن زعير هنالك بالانس لكن مصباح الأمل وجد المسار الآن من المسار الأوسط من بين هذه الأسماء والمنعطف الأخير يبدأ يستحث هنا الآن خالد الميموني بشعار اسطبل المنقوش الذي دفع به محمد آل دغيش هنالك الحضور للهاف الحمر من المسار الداخلي يستحث عبد الله الصاعدي ينقذ الهاف الحمر يبحث عن اولى انتصاراته قادم بشعار عبد الله الصعبي تدريبات مزيد السالي هنا قادم ما بنايو مع عبد الله الصاعدي لكي يسجل اولى انتصاراته من المشاركه 11 وبالرقم 11 الهاف الحمر يطير الى اولى انتصاراته بعمر 3 سنوات بدخول